بعد ما اتكلمنا في الجزء الاول عن البنت اللي هتنخور في دماغ اهلك بالكعب في المحاضره والبنات اللي هتقعد تاكل والولد اللي بيحب، فالنهارده هنتكلم عن حاجه تانية. بص يا سيدي، وانت قاعد كده عند المدرج هتلاقي في يافطه كده مكتوب عليها مدرج ا وب، هيجي لك واحد يقول لك هو فين مدرج ا وب، وانت قاعد تحت اليافطه هتقول له ده مش دي المشكله، هو هيقول لك انت متاكد؟ عارف الواد اللي بيغش منك وتقول له على الاجابه فيقول لك انت متاكد هو ده هو ده هو ده الواد ده. هتلاقي كده في يوم كده انت قاعد واصحابك اتاخر، فهتضطر تتعرف على ناس جديده، ماشي؟ فانت هتقابل الواد ده وانت بتتعرف على ناس جديده، وانت هتبقى قاعد في امان الله كده، فيقول لك انت ناوي تتجوز من الكليه؟ بص يا حبيبي، انت داخل تايه اساسا وعمال تشد في شعرك، وتخيل ده بقى طالع لك وعمال يقول لك هتتجوز من الكليه ومش مبطل بقى، ويقول لك ايه ده انا خالتي بتقول لي البنات هتقعد تجري وراك ومش عارف ايه، محسسك اللي هو عشان ترافلتح حسبي الله ونعم الوكيل، وانت قعدت عمال تبص له كده وعمال تقول بقى امتى اصحابك يجوا، انت عيل لسه ما تعرفش حد في الكليه، وده مش مبطل متاثر قوي بخالته اللي قالت له كده. بص انا ما اعرفش بتحصل في كل الدفعات ولا لا، بس دي حصلت في دفعتي، كنا قاعدين كده في امان الله لقينا اللي في مدرسه مطلعه زياره للكليه بتاعتي، عيال صغيره كده حسسونا ان احنا حديقه حيوانات والله العظيم. بص يا ابني، الغزاله اللي هناك دي في عماره، اما الواد اللي بدأ كبيره دي في ميكانيكا، ما نجيش بقى جنب القسم ده رخ يعني. طب حافظ على مشاعرنا والله العظيم، بنتضايق احنا بنتضايق. سؤال بقى انا عايز اقوله للعيال اللي هي بتقعد قدام خالص دي، يعني بص انت يبقى فيه كده مثلا الديسك اللي قدام ده خالص، لا هو ما يكتفيش بقى، لو لا الديسك ده مليان يجيب كراسي ويقعد قدام الديسك ده. ايه يعني انت؟ طب قول لي انت بتحس بايه؟ يعني بتحس بايه وانت قاعد قدام خالص كده؟ وما بيبطلش بكده بقى، بص بعد المحاضره تلاقيه بيسال الدكتور نص ساعه لوحده، بيسال الدكتور وما بيبقوش واحد ولا اتنين، دول بيبقوا 50 واحد، وتخيل بقى الدكتور بيقعد قد ايه بيتسال، والله العظيم الناس دي بتعاني. وبعدين يعني انت تبقى قاعد حمار في المحاضره، يعني حتى اسم الماده انت متلخبط فيها، وده رايح بيسال بتساله فيها كفر بتساله في ايه؟ بص هتلاقي في يوم كده ضربتك الهبلونه انت واصحابك، وقررت تلعبوا العاب من وانتوا صغيرين، او لقيتوا بالونه وقعدتوا تحدفوها لبعض، هتلاقي واحد كده معدي بيبص لك بغرض، ده تتف عليه، ده اصلا مش نافع، مالكش دعوه بيه ولا تحطه في دماغك اساسا. مع الايام كده حبيبي هيطلع لك شويه اعداء كده، معظمهم هتبقى بنات. ليه بقى؟ هتلاقي مثلا البنت هي هتغيظك نفسيا كده، مش لازم تكلمك بس هي هتغيظك. بص هتبقى قاعد مثلا كده، هتلاقي في بنت بتتخانق مع بنت ثانيه عشان البنت الاولانيه دي حاجزه لاصحابها، وهي بتقول لها هما يحجزوا ليه؟ احنا جايين من بدري وهما لسه نايمين في البيت. نفس البنت دي اللي كانت بتتخانق عشان البنت الثانيه حاجزه، هتلاقيها بعد شويه حاجزه ل 600 واحد، تيجي تكلمها تقول لك اصلهم بياكلوا بره، في ايه ما ياكلوش يعني ما ياكلوش يموتوا من الجوع؟ دي انت كده هتتغاظ منها نفسيا كده. هتلاقي مره انت حاجز كده لاصحابك وتلاقيها جت قعدت في المكان اللي انت حاجز فيه، ماشي يعني هو مفيش مكان بس هي جت قعدت فيه، وتروح تزق الشنط فتقول لها طب كفايه كده ما تجيبيش ناس تاني، تخرج هترجع هتلاقي جابت الشله السكشن بتاعها كلها قعدته هنا، وانت طبعا مش هتقدر تتكلم بقى خلاص. بقيت السنه هتلاقي نفس البت دي عماله تبص لك بصات مقرفه، ما تتهزش ولا تضعف تف عليها. بعد اسبوعين ثلاثه هتلاقي الدكاتره بانوا، الطلاب هيبتدوا يعرفوا الدكاتره ده حلو وده مش عارف ايه، خلي بالك بقى في الحته دي. هتلاقي ايه المحاضره بقى فيها كل الدفعه، فانت تتصرف ازاي؟ قبل المحاضره بساعتين تكون قاعد في المحاضره دي، حتى لو مش محاضره دفعتك، يعني لو المحاضره اللي قبليها مش محاضره دفعه اقعد برضه واحجز بشنطتك، ما تحجزش بشنطه واحده شنطتين، عشان لو قررت تخرج هتلاقي في الاخر هو نص مكان فاحجز. اما بقى البنات فركزي يا اختي في الاكل اللي انت بتاكليه. انا جعانه. بص يا سيدي، لو داخل كليه فيها اقسام فانت واحد من الاثنين، يا داخل عشان قسم معين يا داخل مش عارف انت عايز ايه. بص بقى في الحالتين انتوا الاثنين بعد شهر كده دماغكوا جدي دي هتتلخبط والله العظيم، هيحصل لها كده حاجات وغريب، وانت عايز اصلا تطلع من الكليه خلاص، عايز تشتغل رقاصه مش عايز بقى تكمل في الكليه دي، فانتوا انتوا الاثنين هتلجأوا للطريقه دي اللي انتوا تسالوا دفعات اكبر منكم. وانت بتسال يا حبيبي هتلاقي واحد كئيب كده يقول لك ايه الدنيا سودة، ايه هتسقط انت مش هتكمل يا ابني هنا، ده تتف في وشه، ده اصلا ابن الكئيبه ده بيتهبص عليك وبيتلالا، ما هو حاجه من الثلاثه، يا هي خلقت امه كده، يا هو امه لسه ضربها الصبح في البيت، يا هو مش عايزك تخش القسم ده، هو فاكر ان انت ما تخشش فهو كده هيلاقي شغل، ده عبيط ما تردش عليه، دور كده على ينصحك حلو وشوف كده بدماغك، لو عندك حد من اهلك كده خليه يقول لك كده، بس اسم في الكليه المهم قوي مش التقدير، المهم الاول انك تعدي من غير ما تشيل مواد، لان ده هياثر عليك في الشغل، فلازم تعدي من غير ما تشيل مواد. انا عارف انتوا عايزين تجيبوا تقديرات، بس لا ركز عشان تعدي من غير شيل مواد. في كليه كده هتلاقي مواد مالهاش دعوه باللي انت بتدرسه، يعني انا كان مثلا عندي حقوق انسان وتاريخ، حسبي الله ونعم الوكيل يومهم كنت بشد في شعر. ركز في الحته دي، انا هبطل بقى الفيديو هنا. بص يا سيدي، محاضراتك وسكاشنك تحضرهم من غير استهبال، سيبك من اللي يقول لك سيبك من المحاضره دي سيبك من السكشن دي الراجل ده هنا مش حلو، احضر سكاشنك احضر محاضرات. سيبك من الناس دي، هتحتاج الموضوع ده بجد عشان ما تجيش في الاخر وتقعد تقول انا عايز كورسات ومراجعات، عشان كفايه بجد وحرام اللي انت صرفته في الثانويه، فكفايه اللي انت بعد ما صرفت في ده كله في الثانويه تخش تصرف ده تاني في الكليه، ماشي؟ ركز بجد عشان ساعتها هتلاقي اللي هيستغلك احلى استغلال، وهتلاقي اللي انت سمعت في المحاضره ده سمعته تاني مره وبتدفع فيه الوفات. تعال هنسرع الصوت تاني بقى. اما الدكتور يقول لك ان في حاجه ملغيه فهو ما بيضحكش عليك، لكن لما تكون بتاخد مراجعه مع معيد ومش في كليتك أساس
اساسا ويقول لك في حاجه ملغيه فده ما تردش عليه. ركز كده في المحاضرات عشان الدكاتره ساعات هيقول لك في حاجات مش ملغيه وحاجات ملغيه وهجيبها في الامتحانات. هي حصلت معايا، ما اعرفش هي كان غرضها زي ما اقول لك ولا لا، بس هي حصل غرضها ان يشوفك بتاخد دروس ولا لا، ولو قفشك هنفخك. ففي الاخر ما تخليش حد يستغلك، ما تبقاش اهبل، انت دخلت الكليه عيش حياتك ما فيهاش حاجه، العب وهزر بس ما تضيعش منك ولا ترم. لو كنت في الترم الاول كويس وتمام ما تطمنش قوي للترم الثاني وتضيعه منك، حافظ على ادائك. يا رب تكون استفدت من النصايح دي، ضحكت شويه، يكون فيها جديد برضو ان شاء الله. تقدروا تتابعوني على كل الحاجات اللي هتبان دي. كان معاكم محمد من توب انفينيتي، سلام.